أعوذ بالله السميع العليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حذيفة: والله لقد رأيت القوم من قريش قد استقبلتهم الرعد فلم يملك أحدهم نفسه ولم يخف حالهم ولم يخف حالهم على من حضر عند رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد شرح لهم ما فعلوا في باطن الأمر. قال حذيفة: لما قدم النبي صلى الله عليه وآله المدينة أتى بيت أم سلمة وقام عندها شهرا لا يرى منزلا غيره، فشكيت الحميرة والثانية إلى أبوهما وقالا: إنا لا نعلم سبب تأخره عنكما، فامضيا إليه وتلطفا بلين الكلام حتى تسألاه عن حاله. قال: فمضت ولم تخرج الثانية من بيتها ووجدت عنده أمير المؤمنين عليا عليه السلام، فلما رآها قال لها: ما جاء بك؟ قالت: يا رسول الله، أنكرت تخلفك عن منزلي هذه المدة، إني أعوذ بالله من سخطك. وقال: لو أن الأمر كما تقولين لما أظهرت سرا، أوصيتك بكتمانه، ولقد هلكت وأهلكت جماعة من الناس. ثم إنه أمر خادما لأم سلمة وقال: اجمع لي هؤلاء النسوة. فجمعهن، ولما جلسن قال لهن النبي صلى الله عليه وآله: اسمعن ما أقول، لكن في حق هذا، وأشار بيده إلى أمير المؤمنين عليا عليه السلام: فإنه أخي ووصي وخليفتي على أمتي ووارث علمي وقاضي ديني والقائم بعدي، فأطعنه فيما يأمركن ولا تعصينه فيكون مثواكن النار. ثم قال: يا علي، أوصيك بهن ما أطعن الله وأطعنك، وأمرهن بأمرك وانهن بنهيك، وخل سبيلهم متى عصينا الله وعصينك. قال أمير المؤمنين: يا رسول الله، إنهن نساء وفيهن الضعف والوانق. وقال الرأي. قال النبي: ارفق بهن متى كان الرفق أمثل بهن، فمن عصاك منهن فطلقها طلاقا براء من الله ورسوله في الدنيا والآخرة. فسكتن النساء وتكلمت وقالت: يا رسول الله، ومتى أمرتنا بأمر وكنا نخالفه إلى ما سواه؟ وقال لها فقال النبي: لا، لقد خالفتني في حياتي أشد الخلاف، ولتخالفين قولي بهذا بعد مماتي وتعصينه بعدي، لتخرجين متبرجة قد حف بك لفيف من سفهاء الناس، فتقاتلينه وأنت ظالمة له، ولتنبحك في طريقك كلاب الحوائب. ثم قال لهن: انصرفن عني إلى منازلكن. وانصرفنا، وكان أكثر ما وصى بالتمسك بسنته والاقتداء بعترته، ويحذرهم من الفتنة بعد موته من مخالفتهم وصيه، وكان مما أوصاهم
ترك ما زوروا في صحائفهم، وأنه كان أكثر ما يوصيهم بالتمسك بعترته ويقول: أيها الناس، أنا فرطكم وأنتم واردون علي الحوض، ألا وإني أسألكم عن الثقلين الأكبر والأصغر، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. فإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فسألت ربي ذلك فأعطاني: ألا وإني تاركها فيكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ولا تتقدموا عليهم فتمرقوا، ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. أيها الناس، لابد أن ألقاكم بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فتلقوني في كتيبة كالسيل الجاري، وعلي أخي ووصي وخليفتي على أمتي وقاضي ديني، يقاتل بعدي على تأويل القرآن كما قاتلت أنا على تنزيله، وكان يقوم مع أصحابه مجلسا بعد مجلس بمثل هذا ونحوه، ثم إنه تحقق دنو أجله وخاف من تواثب المنافقين على الأمر، فجمع الطلقاء والمنافقين والمؤلفة قلوبهم ومن والاهم على هذا الأمر، وكانوا 1000 رجل، فعقد لأسامة بن زيد الراية وأمره على جميع المهاجرين والأنصار، ونذبه إلى الوجه الذي قتل فيه أبوه زيد في بلاد الروم حتى لا يبقى أحدا بعد وفاته مما يطمع في الإمارة، فيستتم الأمر العلي عليه السلام فلا ينازعه منازع، وأمر أسامة فعسكر بهم على أميال من المدينة، وحث الناس على الخروج مع أسامة، فولاه على المسير، فبينما هو كذلك إذ عرض له المرض الذي توفى فيه، فأخذ بيد علي عليه السلام وتبعه جماعة من المهاجرين والأنصار، وقال: إني أمرت بالاستغفار لأهل البيت، فلما قال: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، ليهنأكم بما أصبحتم فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضا، فعاد إلى منزلي فمكث أياما موعوكا، ثم خرج إلى المسجد معتمدا على أمير المؤمنين حتى صعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وذكر نفسه فنعاها، ثم قال: أيها الناس، قد حان لي خفوق من بين أظهركم، فمن كان له عندي عدة فليأتني أعطه إياها، أو كان له دين فيخبرني به. معاشر الناس، إنه ليس بين الله وبين أحد قرابة يعطيه بها خيرا أو يصرف عنه بها شرا إلا العمل الصالح، ولو عصيت لهويت. ثم نزل من على المنبر وصلى بالناس صلاة خفيفة، ودخل بيت أم سلمة، فجاءته الحميرة وسألته أن ينتقل إلى البيت الذي هي فيه، فجاءها الأنصار يعوذونه، فجاءه الأنصار يعوذونه وقالوا لغلام: استأذن لنا على رسول الله صلى الله عليه وآله.
وقال إنه مغشي عليه، فجعلوا يبكون، ثم إنه أفاق من غشوتي فسمع البكاء. وقال من هؤلاء؟ قالوا الأنصار. فقال من هنا، من أهل بيتي. وقالوا علي عليه السلام والعباس، فدعاهما وخرج متكئا عليهما، واستند إلى جذع من جذوع المسجد، فاجتمع الناس حوله فحمد الله وأثنى عليه وذكر نفسه فنعاها، فقال معاشر الناس، إنه لم يمت نبي قط إلا وخلف تركه، وقد خلفت فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فاستمسكوا بهما، فمن ضيعهما ضيعه الله. ألا وإن الأنصار كرشي عيبتي التي آوي إليها. أوصيكم بتقوى الله والإحسان إلى محسنهم والتجاوز عن مسيئهم، ووصيتي هذه لجميع الناس إلى يوم القيامة. فالذين لم يكونوا في جيش أسامة يعوذون النبي صلى الله عليه وآله، ثم ينصرفون إلى سعد بن عبادة ويعوذونه، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا بأسامة وقال له سر على بركة الله بمن أمرتك عليه من المهاجرين والأنصار، وفيهم الأول والثاني والثالث عبيدة، وأمره أن يعبر على فلسطين، وهو الموضع الذي قتل فيه أبوه زيد. وقال أسامة أتأذن لي يا رسول الله في المقام حتى يشفيك الله؟ فمتى خرجت وأنت على هذه الحالة؟ خرجت وفي قلبي قرحة. وقال له أمضي يا أسامة فيما أمرتك، فإن القعود عن الجهاد لا يوجب. وخرج أسامة في قومه ذلك، فعسكر في الجرف على رأس فرسخ من المدينة، ونادى مناد رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتخلف أحد ممن أمرت عليه أسامة. قال فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله تثاقل الناس عن الخروج، أمر قيس بن سعد وحباب بن المنذر أن يخرجا في جماعة من الأنصار وأن يرحلوا بهم إلى عسكرهم، وأخرجهم قيس والحباب حتى ألحقهم بعسكرهم، وقالا لأسامة إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يرخص لك بالتأخير، وسر من قبل أن يعلم بتأخيرك. وارتحل أسامة ورجع قيس بمن معه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وأعلمه برحيل القوم لهم وأن القوم غير سائرين. فلما نزلت الأول وأبو عبيدة والثالث إلى أسامة، وقالوا له أين نذهب ونخلي المدينة ونحن أحوج بالمقام فيها من كل أحد؟ وقال أسامة ولم ذلك؟ وقالوا إن رسول الله قد نزل به الموت، والله لئن خلينا المدينة ليلتين ليلين الأمر علي بن أبي طالب، وما وجه بنا محمد هذا الوجهة البعيدة إلا لتخلية الأمر لعلي بن أبي طالب حتى تبايع له الناس ويتم الأمر له، ويفسد علينا ما أبرمنا. قال ورجع القوم إلى منزل الأول وأقاموا به، وبعثوا رسولا
لهم ليعرفهم الخبر وما كان من علة النبي صلى الله عليه وآله. فأتى إلى عائشة وسألها عن ذلك السر وقالت أمضي إلى الأول والثاني وقل لهم إن محمدا صلى الله عليه وآله قد ثقل حاله لا يبرح أحدكم وأنا أعرف الخبر وقتا بعد وقت. فلما اشتدت علة رسول الله صلى الله عليه وآله دعت الحميرة صهيبا الرومي وقالت امضي وعرفهما أن محمدا صلى الله عليه وآله في حال الإياس وقل له يدخل هو والثاني وأبو عبيد ليلا. فمضى وأخبرهم برسالتها فأخذوا بيده وأدخلوه على أسامة وأخبروه بما أرسلت فاستأذنوه في الدخول فأمرهم وقال لا يعلم بكم محمد صلى الله عليه وآله فإن أوفي رجعتم إلى معسكركم وإن قبض عرفوني فندخل فيما تدخل فيه الناس. فدخلوا إلى المدينة ورسول الله صلى الله عليه وآله مخشي عليه فلما أفاق قال لقد طرق المدينة هذه الليلة شر عظيم. قيل ما هو يا رسول الله؟ قال إن الذين أمرتهم بالخروج في جيش أسامة رجع منهم قوم مخالفين لأمري إن الله بريء منهم وأنا منهم بريء ويحكم نفذوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عنه. حتى قال ثلاثا قال وكان علي والفضل بن العباس لا يفارقانه ليلا ولا نهارا وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. الفاتحة قبلها الصلاة على محمد.